نارين خانو، صباح الخير لؤي بيك. خير ان شاء الله، بس ما تكون واعين بمشكله. لا والله ما في شيء، بس ذبحنا كبش طحيه وحبينا نجيب لك منها حصه. الله يتقبل. عوافي. مازن تعال هون. امرك سيدي. خذ هذا على المطبخ واطبخوا شيء عليه انت ورفقتك. يسلموا سيدي. انا بس ارجع باكل. يلا رح روح عن اذنك. وانا كنت طالع. منروح؟ تفضل. عدنان آغا لساته معصب مني؟ لا ابدا، بصراحه هو عصبيته مثل نار القش، بتهب شوي وبتنطفي. بعدين هو مو معصب منك انت، من فتون وتصرفاته. طيب هي شو عملت؟ لا تواخذيني، انا ما بقصد اتدخل. مو مشكله لؤي بيك. نارين خانم، بدي اطلب منك شغله اذا بتريدي، يعني من بعد اذنك ولاكون مرتاح، ممكن بس تنادي لي لؤي؟ لا والله ما رح اقدر لك هيك ابدا، يعني انا هيك على حسب ماني متعوده ما بقدر. شي صعب انك تغيري اللي تعودتي عليه؟ ايه مع الاسف. عادي. اسف قطعتك، شو كنتي عم تقولي؟ بصراحه كنت نسيت شو كنت عم بحكي. بلال كيفه ودراسته؟ ان شاء الله منيحه. ايه على العال الله يوفقه. هالسنه صار عنده صديقه كرمالها، كل يوم عم بيروح ركض على مدرسته. عشقان يعني؟ ايه كانه هيك. ايه هيك الرجال، لما بيكون عشقان ما في شيء ما بيعمله. بالاول بيتغير بالشكل والعادات والتصرفات، وبعدين حياته. بدك تقولي بكل شيء، اذا متعود يسكت بصير بيحكي، واذا متعود على الحكي بيسكت. لا تواخذيني اخذت من وقتك بهالحكي. لا تقول هيك، استغفر الله. انت متعود تخالط الناس، بس انا بالبيت وما بحكي كثير، انت اللي لا تواخذني. انا ماني متعود احكي من قبل. وهلا عن اذنك سلمي لي على الخالي قدريه لو سمحتي. شكرا، بيوصل سلامك.